وددت أن أتكلم بعضاً عن الكتب. في سنتي الأولى التي شاركت فيها كنت أقرأ للمسابقة، لقد أنهيت ما يقارب 100 كتاب. لقد شاركت لأن القراءة تنمي لغتنا العربية وتساعدنا على إتقانها بشكل أكبر، لذلك لقد قررت المشاركة في هذا العام من أجل زيادة معرفتي. كيف يمكن أن أتعلم هذه المهارة؟ تكسر حاجز الخوف خلال تعزيز الثقة بما في نفسك. زرنا عدة مدارس بشكل فجائي ووجدنا هذا الاهتمام الكبير بتحدي القراءة، الأعداد الكبيرة المشاركة، وكما لاحظتم يعني الكادر التدريسي، المنسقين، حتى أصحاب الهمم كان لهم دور كبير وقدموا تقديمات يمكن أن تكون على مستوى كبير جدا على مستوى تحدي القراءة. هذا الموسم السابع لاحظنا في اندفاع كبير عند الطلاب، في حماس، في رغبة بتقديم الأفضل، في طلاقة في عدد من الطلاب اللي كانوا مشاركين الموسم الماضي، هاي السنة مشاركين ولكن متغيرين، مشتغلين على حالهم. مساهم ومشارك في هذه التصفيات ب 420 مدرسة، شارك لدينا أكثر من 10,000 متقدم. معظم الذين تقدموا حقيقة اجتازوا يعني مراحل كبيرة جدا ومتقدمة من خلال الكوادر التدريسية، من خلال المنسقين.